ارتفاع ديال الخضره كان حنا عندنا السبت كنا تسوقنا عادي وكنبيعوا عادي، ما كاينش الثمن مرتفع، ما كاين حتى شي حاجه. الناس المواطنين جاوا كبوا علينا ولا جاوا، قال السوق عادي، بقى السوق عادي، بقينا كنبيعوا ديك الثمن ديالنا هو هو. الحد ارتفع علينا السوق بزاف، كان ارتفع شويه ديال الاثمنه، ولينا بحال اللي مضوبل، وليني داز الحد، داز الاثنين مزيان، الثلاث داز شويه، اليوم الاربع اليوم بالسوق راه راجع لبلاصتو، راجع للبلاصه ديالو، الثمن راه مناسب دابا اي حاجه ديال الخضره. بالنسبه للفواكه، الفواكه باقا في البلاصه ديالها ما زايداش كما كانت الايام العاديه، باقا الايام العاديه كان ارتفاع ديال الخضر هما اللي كاينه شويه، صافي هادشي اللي كاين. الا بغيتي الحقيقه وبغيتي المعقول، السبب هما المواطنين. حقا حنا هنا في السوق المواطنين نهار السبت داروا علينا بحال اللي تقول انت الهجوم، السبت والحد الحاجه اي حاجه كيكرطوها على الاخر، ما خلاو لنا حتى شي حاجه، كلشي كيديوه بحال الخوف، بحال التخوف وصافي، التخوف الحلعه وصافي، هادشي اللي كاين. هما النهار الاول، النهار الاول ملي تقضينا نهار السبت بالضبط، وتكبوا علينا الناس وداك الشيء كيديروا، الانسان اللي كان كيدي 6 كيلو ولا قلت يدي 20 كيلو. اذا الخضره تهزات، الا رجعنا عاوتاني نجيبوا الخضره ما كتكفيناش داك الشيء هذاك اللي جبنا. هذا هو اللي جعل بلا الخضره طلعت بزاف، زادت فيه 2 دراهم، زادت فيه 3 دراهم، اللي قلتي لي تيقول لك عبر لي 10 كيلو 20 كيلو. هذا هو المشكل. راه من المارشي دابا كنجيبوا الغلا من المارشي، خصني نبيع بالغلا. انا جاي في المثل مطيشه ب 4 دراهم، شحال باش غنبيعها؟ 6 دراهم. ها؟ حيت فيه الصير، فيه باش جبتو. اذا شحال غتشيط لي انا؟ تشيط لي درهم ونص ولا ما يوصلش. هذا هو المشكل. اذا حنا داك الشيء اللي كنجيبو كيمشي. لا ولدي حنايا ما عرفناش هاد الشيء مناش. المهم حنا الخضره غاليه، الدرويش صعيبه عليها الثمن هذا. واش حنا هبطنا لقينا خيزو ب 3000 ريال، مطيشه 3400، شحال غنبيعوا حنا هاد الخضره هادي؟ حنا بيدنا تقهرنا بالغلا، ما عرفناش هاد الشيء هذا، واش من فلاحه واش من شناقه؟ راه كنهبطوا للمارشي 3 د الصباح، انا كنهبط 3 د الصباح ما كنلقى والو، واش هاد الشيء من كورونا؟ حنا الناس هاد الشيء على كورونا ما خصكش عليهم يديروا هاد الله، يطلبوا الله، يطلبوا الله، وإلا جات الموت مرحبا بها. حنا محملين كل حاجة، واش بنادم تيستوكي الخضرة، تيستوكي الماكلة، تيستوكي كل شيء، والدرويش إلا ما عندوش فيه غيمشي. راه كله على حسب الجودة، راه كاين البان، كاين من 8 دراهم، كاين 7 دراهم، كاين 6 دراهم، كاين 100 ريال بالجملة. المواطن تتعاملوا معاه عادية بالنسبة لنا هما اللي الفواكه. ما الخضرة اللي غلات راه من السبت والحد اللي غلات شوية، أثمنة طالعة شوية، والعلم لله راه تيكون الغلا بلا المرض وبلا كورونا ولا كورونا، لا لا، إنما هذا الشيء راه تيكون الغلا مرة بلا المرض، ماشي نقولوا نوصفوا باش نقولوا المرض كورونا هو اللي باش غلا هذا الشيء. دابا حنايا الخضرة دابا هنايا راك عارف دابا هنا الناس ديال الدوار وداك الشيء كلهم كتجيو كيقول لك الخضرة غالية. عاوتاني كنمشيو حنايا للسوق، المارشي كيحكم عليك السوق، كاينين واحد الناس قادرين يديو بداك الثمن، عاوتاني كيبيعوها لوحدين اخرين، الناس باغيين، الكليان باغيين بداك الثمن، هنايا ما كيتقبلوهاش، وحنايا ما يمكنش داك السوق كيحكم علينا في المارشي، باش ما تقداو الاخرين كنتقداو حنا، وهنايا كاين اللي كيقول لك السلعه غاليه وداك الشيء، وهذا الشيء كامل كله من ناحيه كورونا، الناس كاين عاوتاني كيبغيو يديو ستوك، كاين اللي كيدي كيلو كيدي 5 كيلو. كاين اللي كيجي كيكمل سلعه وكيعاود يرجع يجيبها واخا كيلقاها غاليه كيعاود يجيبها. باش المواطنين تاخذ بزاف، اللي كتاخذ 4 كيلو ولا تاخذ 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، راه هما راه المواطن يدير اكثر من الطلب ديال الخرده، هو اللي يدير الطلب بزاف. المطيشه ولا تاخذ 10 كيلو تاخذ صندوق جوج صنادق، راه هما اللي يدير الهيف، ماشي ما يديرش المواطن، راه داير راه الناس اللي دايرين هذا الشيء اللي دايرينه، ولا تاخذوا السلعه بزاف غاليه. الجمالة داروا فين ما بغاو، واش الانسان تيجي تيدي مثلا يدي 2 كيلو ولا 3 كيلو، تيدي 2 كيلو ولا تيدي 10 كيلو 20 كيلو، كاين اللي تيدي صندوق ديال المطيشه جوج صنادق ديال المطيشه، هذه راه المواطن. النهار قالوا هاد كورونا كلشي غلا، الربيع غالي، النعناع غالي، الشيبه غاليه، انا كاريه، والمصاريف، وما هادشي كامل ما عندنا حتى شي نتيجه فيه. تيتشكى تيقول لك تتغليو علينا، وحنا ولدي ما تنغليو عليهم والو، ما تنغليو عليهم والو، حتى شي حاجه ما تنغليو عليهم. واش حنا الربيع كنا نجيبوه بثمن، كنا تناكلو فيه طرف الخبز، دابا ما بقينا ناكلو فيه والو. البطاطا كنا تناخذوها ب 40 ريال نهار الخميس، السبت ولات دايره 3 دراهم، جينا نهار السبت خديناها ب 3 دراهم، جينا لهنايا حطيناها نطلع عليها المقاتله،
عباد الله تديو ب 10 كيلو، ما كانش 2 كيلو كيلو، كيباد الله في الاول كتدي بالكيلو، في الثاني ولا تدي ب 10 كيلو. عباد الله سالوا بكري، مشاو هبطوا للمارشي عاوتاني تسوقوا، الناس دراوش من هبطوا يتسوقوا لقاو السلعه غاليه، شافوا الكورونا ديك كثرت في البلاد، بغاو يزيدوا الثمن شويه، مي زادوا شويه في الثمن، ولات شي بطاطا دايره 4 دراهم، شويه بنهار ساعه على ساعه ولات البطاطا تطلع. الخضره كامله طلعت، مطيشه ولات دايره 3600 ريال، الصندوق 3600 ريال، البطاطا ولات دايره 4 دراهم حتى 90 ريال، البطاطا الكيلو، العطريه ولات دايره 120 ريال، الفلفل والتنجل والخيار ولات دايره 6 دراهم، الخضره ولات غاليه بزاف، 5 دراهم الحامض ولات دايره 5 دراهم، القوق ولات دايره 4 دراهم، الخضره ولات غاليه بزاف، كنا نهار الخميس تنبيعوا تناخذوا هذا الشيء ب 2 دراهم، خميس ثلاثة أربعة تناخذوا الكولون هذه زاد شويه الثمن، عباد الكولون هذيك زاد شويه في الثمن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.